الآن فائدة فقهية، الآن فائدة فقهية. عندك رجل في البيت أو امرأة كبروا في السن فعجزوا عن الصيام، كيف تتعامل معهم؟ كيف هؤلاء وما هو حالهم مع الصيام؟ كيف يتعامل معهم؟ هذا يصوم ولا هل يكلف بالصيام وهو غير مستطيع؟ كبير في السن عاجز عن الصيام، وإذا أكل شيئا يسيرا في السحور ما يكفي طول النهار. احنا عندنا الصيام 14 ساعة ولا كم؟ ما كذا؟ قرابة 14 ساعة، وما يقدر يصوم 14 ساعة، فهذا لا يصوم. طيب ماذا يفعل؟ يطعم عن كل يوم. جيد، مقدار الإطعام ما مقدار؟ كم يخرج يعني؟ يخرج ريالين ونص، الله يبارك فيك، فقرتنا الله يبارك فيك. يخرج نص صاع، مدين نص صاع، نصف الصاع. وشوفوا قاعدة، ما شيء صاع إطعام أبدا إلا في زكاة الأبدان اللي هي نسميها إيش؟ فطرة الأبدان اللي نسميها إيش؟ صدقة الأبدان اللي نسميها صدقة الفطر اللي نسميها زكاة الفطر. هذه كلها أسماء لها. زكاة الفطر هي صاع، غير زكاة الفطر كفارات وإطعام نص صاع. الصاع كيلو وين؟ يعني 30 جرام، 40 جرام، 47، وصلوها عاد عشان يضبطوها ضبطا العلماء، قال كيلو وين وخمسين جرام، 2 كيلو و50 جرام. فنصفه كم؟ كيلو وخمسة وعشرين جرام، نصف الصاع. الصاع كيلو وين وخمسين جرام، ما 500 جرام، وخمسين أؤكد، لأن كان يكون كل سنة فطرة الأبدان يخرجوا 2 كيلو 500 جرام، هي 50 جرام ما 500. ونصفها اللي هي الإخراج عن الكبير في السن والمرأة الكبيرة في السن، تخرج عنهم عن كل يوم 1.25 كيلو. عيش، متى تخرجهن ذيلا؟ تخرجهن أول الشهر وتريح راسك؟ لا، من فعل ذلك كأنه لم يفعل. عندك أنت طريقتين للإخراج. الطريقة الأولى أنك تخرج اليوم بيومه، كل يوم تخرج، هذا اليوم سلمت شمسة خرج، باكر غربت الشمس خرج، وهكذا. أو أنك تجمعهن كلهن إلى نهاية الشهر ثم تخرجهن، وهذه طريقة الإطعام. هكذا تتعاملون مع من؟ مع المرأة الكبيرة في السن والرجل الكبير في السن والمريض الذي لا علاج له. يعني هذا المريض الذي لا شيء، هو حياته كلها عايش على الأدوية، ما شيء لعلاج أبدا، هذا كذلك يعمل. بعض العلماء قالوا أيضا الحامل، الحامل مكلفة تصوم إذا كانت تخاف على ولدها، لا ما مكلفة تصوم. المرضع إذا تخشى الجوع على ولدها مكلفة تصوم؟ لا، هذه تفطر، هذه لا يفطرون. لكن بعض العلماء قالوا تفطر وتطعم أيضا، الحامل والمرضع. وقد أجاز الفطر للحوامل والمرضعات جملة الأوائل، واشترطوا الخوف من الوقوع وقلة الدر على المرضوع،
لكنها بعدد الأيام تطعم ذا الفقر من الأنام. بعدد الأيام اللي هي تفطرها تخرج نص صاع، اللي هو قلنا كم؟ كيلو وخمسة وعشرين جرام، كذا عشان نكون نعرف كيف نتعامل